سلام بنات وتراري، كيف تاري؟ لاباس عليكم؟ ياكم شي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات جبت لكم وجبه عشاء كتشي البنات سهله، وغادي تحضر مده 10 دقائق. غادي نديروا الباكيت او الكومير على شكل بيتزا، كتجي البنات هائله وكتجي مقرمشه. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. اول حاجه غادي نحتاجو جوج ديال الباريزيان، نتوما ديروا على حساب الافراد الاسره ديالكم. غادي نقطعوا الباريزيان على جوج، وهنايا من بعد ملي قطعنا الباريزيان على جوج، من بعد وحيدنا ليه داك البابا صافي. هنا غادي ناخذوا لاصوص الطوماط الجاهزه، وني من بعد ملي دهنا لاصوص طوماط باريزيانه غادي نديرو شويه ديال المورزاريلا وشويه ديال الفرماج الاحمر. هنايا البنات من بعد ملي درت لها شويه ديال الفرماج الاحمر وشويه ديال المورزاريلا، واحد الباريزيانه غادي ندير فيها شويه ديال ترونش ديال الكاشير والطونه. باريزيانه الثانيه غادي ندير فيها شويه ديال الكفته، وهنا الباريزيان الاولى درنا شويه ديال الكاشير وشويه ديال الطونه. الباريزيان الثانيه غادي ندير فيها شويه ديال الكفته مشحره بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه والبزار، وغادي ندير لها شويه ديال ترونش ديال البصله. وهنا البنات من بعد ملي كملنا الكميه ديال الباكيت ديالنا، درنا شويه ديال الفرماج الاحمر وزيناهم شويه ديال الزيتون، وغادي نرشلو شويه ديال الزعتران. من بعد غادي ندخل من الفران، غادي نشعل من الفوق ومن التحت تيتحمر ليا الفرماج اللي عندي ويتكرمل ليا، ونقدمها في الصحه والراحه. وهنا البنات من بعد ملي خرجناهم من الفران كيجيو البنات هائلين. دابا هنا البنات غادي نقطعهم، هنا البنات غادي نقطع البيتزا ديال الباكيت. غادي ناخذ الموس اولا القطعه ديال القزبور، غادي نقطعهم على شكل ترونش، ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الباكيت ديالي ديال البيتزا، كتجي البنات هائله كتجي مقرمشه. كنتمنى تجربوها مع افراد الاسره ديالكم. كنشكركم سواء البنات سواء اللي كاين في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات الزوينه اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى فيديو اخر تهلاو فريسكم. يلا بالسلامه عليكم.